بالنسبة للبيان اليومي من وزارة الصحة، هنشوف مع حضراتكم دلوقتي البيان اليومي والأعداد الجديدة. الحمد لله الأعداد أقل من امبارح وأول، ونقدر كمان زي ما أنا بقول دايما نصفر العداد. إن شاء الله إن شاء الله نقدر نوصل لها. كل ده بإيه؟ غسيل الإيدين، المسافة الآمنة، تدبيرنا الاحترازيه يعني، والكمامه. محدش يستغنى عن الثلاث حاجات دول. الحالات الجديده 176 حاله، الوفيات الجدد 19 حاله، ربنا يرحمهم يا رب. عدد حالات الشفاء والخروج حتى الان 73828، اجمالي عدد المصابين 99115، اجمالي عدد الوفيات 5440. رقم الساخن 105 و15335. تعالوا نشوف كده الخريطة التفاعلية العالمية. أمريكا طبعا بتتصدر، بتليها البرازيل ثم الهند فروسيا فبيرو. ربما يكون أول وتاني مركز بالنسبة لهم، يعني في اللي هم بيحتلوا المراكز الأولى في أعلى إصابات وأعلى نسب وفيات، دول ما بيتغيروش بقالهم فترة طويلة. لكن الباقي بقى بيبتدي ايه، بيبقى بنشوف مثلا دول بتزيد ودول بتقل على حسب بقى عدد الوفيات وحجم السيطره على الفيروس عندهم. يا ريت بس يا طه تقول لي الاعداد في الاصابات الكامله حول العالم. 25 مليون و 905205، ده بالنسبة للحالات الإجمالية. عدد الإصابات 862065، إجمالي عدد المتعافين 18121306 في 218 دولة. إيه الدلالة بتاعت الأرقام دي؟ ليها دلالة واحدة، إن إحنا ما زلنا بنعاني، إنه كورونا موجودة. الحل عندنا طول النجاة بالنسبة لنا الإجراءات والتدابير الاحترازية بتاعتنا. إيه هي التدابير؟ غسل إيدين، مسافة الأمان، الكمامة. حتى الآن إلى أن يتم إيجاد لقاح ودواء، وإن شاء الله يوصلوا له قريبا إن شاء الله.